والآن مع كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نائبا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الوزراء والسفراء ضيوف جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف اليوم بإطلاق عام الإسيسكو للشباب 2023 من أرض جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الجديدة، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتشريف دولة رئيس الوزراء، حيث تولي الدولة المصرية وقيادتها السياسية اهتماماً شاملاً ورعاية كاملة للشباب على المستوى المحلي في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، ولعل أحدثها تشريف فخامة الرئيس بتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك في احتفالية كبرى في 26 سبتمبر 2023. وكذلك على المستوى الدولي بمنتديات الشباب العالمي التي عقدت عدة دورات لها في مدينة شرم الشيخ، واليوم بإطلاق عام الإسيسكو للشباب 2023 نؤكد دعم الدولة المصرية لشباب دول العالم الإسلامي، وكما ذكر فخامة الرئيس بكلمته في افتتاح المنتدى والمؤتمر العام للإسيسكو بدورته 14/2021 إن الشباب هم قاطرات التنمية لشعوبنا وبلادنا. في البداية، بداية العرض عايز أدي تعريف عن منظمة الإسيسكو والدول الأعضاء. هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة. تفرعت المنظمة من منظمة التعاون الإسلامي وبتتبنى ثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، ومقر المنظمة في الرباط في المملكة المغربية. 54 دولة هم أعضاء الإسيسكو، 21 في المنطقة العربية و17 في المنطقة الأفريقية و14 في المنطقة الأسيوية و2 في أمريكا اللاتينية. القيم الأساسية للإسيسكو واللي بتقدمها لأعضاء الدول الأعضاء في المنظمة تضامن، تعايش، الابتكار والريادة. والحقيقة من أهم الوظائف أو أهم المهام اللي هي بتوليها إلى أعضاء المنظمة إنها بناء القدرات وتحفيز التميز والطاقات الإبداعية لأعضائها والتقارب العلمي والمعرفي والمهني والمؤسساتي. مجالات التخصص في منظمة الإسيسكو: التربية، العلوم والابتكار، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الثقافة والاتصال، وده من خلال قطاعات أساسية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الشراكات والتعاون الدولي، والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال. إيه جامعاتنا ودورها لمساندة أنشطة الإسيسكو جوه عالم الدول العالم الإسلامية؟ حالياً في 420 جامعة هم فعلاً بيشاركوا بأنشطة مختلفة لدعم دول أعضاء منظمة الإسيسكو، وبنطمح إن العدد المرتقب مع نهاية 25 اللي هو إن شاء الله نهاية الدورة اللي بيرأس فيها مصر منظمة العالم الإسلامي نوصل إلى 1000 جامعة. زي ما احنا شايفين قصادنا العديد من الجامعات المصرية الحقيقة مشاركة في هذه المنظومة الفاعلة. طيب، تصنيفنا مستوى جامعاتنا في دول العالم الإسلامي الإسيسكو ايه؟ لما نشوف يو اس نيوز احنا في عندنا 237 جامعة
بنسبة 11.8 من عشرة موجودة في تصنيف الـ US News. وفي Times Higher Education عندنا 392 جامعة في تصنيف الـ Times Higher Education بإجمالي 20.6% من إجمالي جامعات العالم. QS Ranking عندنا 204 جامعة بنسبة 13.6% من إجمالي جامعات العالم. وتصنيف شنغهاي عندنا 55 جامعة بإجمالي 5.5%. هنركز على بعض النقاط الحقيقة لمجهودات دول العالم الإسلامي والباحثين والمبتكرين، لأن هو في الآخر إحنا هذه المنظومة المتكاملة إيه هو تركيزها، إيه هو الإمباكت بتاعها على دول العالم الإسلامي. قدامنا الأبحاث المنشورة بتركز الحقيقة من الباحثين في دول العالم الإسلامي على ثلاث محاور أساسية: الهندسة زي ما احنا شايفين 23% من إجمالي الأبحاث بعدد تقريبا 414 ألف بحث، وفي الطب 355 أو 54 و789 بحث، وأخيرا علوم الحاسب الآلي بنسبة 282 في الألف بحث منشور في العلوم الحاسب الآلي. براءات الاختراع البيتنس، لأن احنا نعلم تماما أن الابتكار مع البحث العلمي هو أساس نمو الاقتصاد بتاع دول العالم الإسلامي. قدامنا دول العالم الإسلامي في البيتنس بتاعتها براءات الاختراع في الفترة من 18 لغاية 22 زي ما احنا شايفين المحاور الأساسية اللي ظهر فيها هذه الابتكارات: صناعة والابتكار أكثر من 12 ألف بيتنت، صحة الجيدة والرفاهية 10,000، براءات الاختراع في الطاقة النظيفة والرينيوبل انرجي بنتكلم على الاستهلاك والإنتاج والعنصر اللي هي كلايمت تشينج، وده من أهم القضايا اللي دلوقتي دول العالم الإسلامي مهتمية بها في هذا الإطار. كم باحث وعالم حصل على جوائز نوبل في دول الإسيسكو؟ لغاية من يومين كان في 20 جائزة نوبل، وزي ما احنا شايفين دول العالم الإسلامي وكام دولة من علمائنا حصلوا على جوائز نوبل. احنا من يومين بالضبط بنهني العالم مونجي الباوندي من تونس اللي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وبقت دلوقتي دولة تونس ليها جائزتين نوبل بإجمالي عدد 21 جائزة نوبل من علمائنا وباحثينا في دول الإسيسكو. ملخص لإنجازات وأنشطة مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر العام للإسيسكو من 21 حتى 25، وده الحقيقة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس. ابتدينا نشتغل معاهم ايه محاور الاهداف الاستراتيجيه للإسيسكو وازاي انها تتكامل مع اهداف ومحاور الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. التربيه والعلوم والتقنيه والعلوم الاجتماعيه والثقافه دي محاور الاهداف الاستراتيجيه للإسيسكو، مترابطه ازاي مع الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم العالي، التكامل والتخصصات الانتردسيبلينري والاتصاليه والمشاركه الفعاله والاستدامه والمرجعيه الدوليه والانوفيشن والابتكار احد المحاور الاساسيه اللي بنركز عليها، وده الحقيقه اللي احنا بندعم بيه ولادنا شباب دول العالم الاسلامي. العديد من الانشطه تمت زي ما احنا شايفين بمشاركه مصر مع دول الاعضاء، وكمان حضورنا معا في كوب 27 والأنشطة اللي هي الحقيقة الفعاليات اللي كانت موجودة مع الإسيسكو في هذه الفعالية. أيضا مشروع نظام شامل لتطوير المعلمين والمعلمات من خلال نموذج الشهادات المهنية في التدريس وبرامج فرعية بتهدف لإكسابهم كفاءات لازمة. دي صور من المشاريع والأنشطة اللي تمت. كمساهمة متواضعة من مصر لهذا الموضوع، 100 فرصة تعليم في جامعاتنا للمواهب من العالم اللي احنا من الدول اللي احنا بنتكلم عليها. الحقيقة بناء على المبادرة اللي أطلقها فخامة الرئيس
في الدورة الرابعة عشرة في بدايتها، إحنا المئة منحة دي اشتغلنا عليها من خلال أربع مسارات رئيسية: مسار للعلوم والتكنولوجيا، مسار للابتكار وريادة الأعمال، مسار الفنون والأداب والثقافة، مسار جودة الحياة والصحة. ده من خلال البرامج اللي هي الحقيقة الحديثة البينية اللي موجودة في جامعاتنا دلوقتي. علشان كده إحنا حريصين على تجربة برامج المستقبل، وظائف المستقبل، وإعداد المهارات اللازمة لأولادنا الطلاب والشباب في الدول العالم الإسلامي من خلال إشراكهم في الجامعات اللي موجودة بالبرامج بشراكات مع جامعات دولية متميزة. المئة منحة اللي هتقدم ومنح أخرى لأولادنا الدارسين والوافدين في جامعاتنا، الحقيقة احنا أطلقنا في أغسطس الماضي مبادرة تحت السياحة التعليمية. فالشاب اللي هيقضي معانا المنحة أو اللي هيتعلم على أرض مصر هو بيلاقي رعاية كاملة من جميع الوزارات، زي ما احنا شايفين وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، الخارجية والسياحة، الكل بيتشارك مع التعليم العالي علشان نقدر نخدم ونقدم منح متميزة ببرامج كاملة تحت مفهوم السياحة التعليمية لأولادنا اللي بيدرسوا في مصر. المبادرة اللي بنطلقها تحت الحقيقة مفهوم الإي جي إيد، وليها مبادئ سبعة بنعرفها لأولادنا اللي بيدرسوا معانا. أنت سفير لبلدك وسفير لمصر بعد ما تخلص، أنت مبتكر ومبدع، أنت متكامل، أنت في بلدك الثاني مصر، إن العالم كله معانا من خلال شراكتنا وتعاوننا الدولي، وإحنا بنرعاك حتى الرعاية الصحية الرعاية كاملة، أنت في قلب مع أهلك في مصر، والكل بيتعلم مع بعض بنفس المستوى الدولي. خلال الأسبوعين الماضيين في شهر سبتمبر الحقيقة إحنا كان فيه أكتر من 100 شاب من دول العالم الإسلامي كان معانا في مصر، والحقيقة كان فيه فترة من تبادل المعرفة والابتكار بين شباب العالم الإسلامي الإسيسكو. نقطة مهمة جداً، التو سلايدز اللي جايين دول الحقيقة مع السلايد ده، إحنا فين كدول العالم الإسلامي بالنسبة للابتكار وتأثير الابتكار على الاقتصاد بتاع دولنا دول العالم الإسلامي؟ زي ما سمعنا في الفيديو إحنا ربع سكان العالم، 2 مليار نسمة، 54 دولة، نسبة الإنفاق في دولنا أقل من 0.5% من الناتج المحلي. إجمالي الناتج المحلي بنتكلم على 22 تريليون دولار. إجمالي الجروس وولد برودكت اللي هو الناتج الإجمالي العالمي إحنا بنساهم بـ 9.33%، ده 21. 60% من الشباب بتاعنا هم الشباب من دول العالم الإسلامي شباب. عشان كده مستقبل مبني على 60% دول، إن هم يبقى في تنمية في المستقبل لشبابنا ولدولنا. عملنا مقارنة بين دول العالم الإسلامي الإسيسكو وبين جي 7 وبريكس، إحنا فين ورايحين ناحية إيه؟ جي 7 10% أقل من سكان العالم، 800 مليون نسمة، 30% من الناتج العالمي بينتج من جي 7. البريكس 40% من سكان العالم، 32% بينتج من الناتج العالمي بينتج من دول البريكس. وأنا زي ما شرحت في السلايد اللي فات إحنا عدد سكاننا كام واللي بننتجه قد إيه، ده من 21. بس قدامنا الأمل والمستقبل بتاع دول الإسيسكو وشباب الإسيسكو. على الشمال في سنة 91 كان الجي 7 بينتج 44.9% من إجمالي الناتج العالمي، وكان بعدي البريكس 16% أو 17%، وكان الإسيسكو بينتج 5.1%. طيب سنة 2010
لقينا ان الجي 7 بينتج 34% والبريكس 26.5، واحنا الاسيسكو ابتدى يوصل الى 8.4. في نهاية 23 زي ما احنا شايفين الجي 7 هيبقى تقريبا 30% والبريكس 32%، وفي امل في شبابنا الاسيسكو اللي هو هنبقى داخلين على 15% من انتاج العالم. عشان كده الامل في الشباب، وقدامنا الاحصائيات بتقول احنا في تصاعد مستمر. والحقيقه مبادره زي اللي اطلقها فخامه الرئيس، لو احنا جهودنا تضافرت في صندوق للتعليم يبقى فيه مليارات الدولارات، يعني يعلم الموهوبين لان هم اللي هيبقوا قاطرات لشعوبنا ولبلادنا. الصندوق ده الحقيقه اللي اطلقه فخامه الرئيس في 21، احنا بننشئ مقر في مصر لصندوق لرعايه الموهوبين، وده الحقيقه هيضاف للمراكز الاربعه الاخرى، المراكز التخصصيه اللي موجوده دلوقتي في الاسيسكو، مركز الاستشراف الاستراتيجي واللغه العربيه والحوار الحضاري والتراث في العالم الاسلامي. الحقيقه كان في مائده مستديره في اثناء زيارتي الى مقر الاسيسكو في الرباط علشان نتكلم على الصندوق وعلى المبادره بتاع تعليم الموهوبين والمبتكرين في مصر، وازاي من خلال هذا الصندوق نوصل للرؤيه لدعم المبتكرين والمبدعين في العالم الاسلامي لتنميه الاقتصاد الوطني لدول العالم الاسلامي. رحب المجلس التنفيذي للاسيسكو باقتراح فخامه الرئيس اللي اطلق بانشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الاسلامي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.